السيد الرئيس يثني هذا الوفد على جهود كل من ساهم من قريب ومن بعيد في افتكاك عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، وهي العضوية التي نعتبرها مكسبا ينبغي تثمينه وتطورا ينبغي البناء عليه لمواصلة مسيرتنا الجماعية نحو فرض تصحيح الظلم التاريخي وتهميش طويل الأمد بحق قاراتنا في مختلف مؤسسات الحوكمة العالمية السياسية منها والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنظور يدعو هذا الوفد لضمان مشاركة فعالة للاتحاد الإفريقي في هذا التكتل والعمل في إطاره على حشد الدعم الدولي اللازم لتجسيد الأهداف والتطلعات المكرسة في أجندتنا التنموية 2063. كما يدعم هذا الوفد المقاربة المطروحة على تقدير المجلس التنفيذي، وهي المقاربة المستوحاة من قرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات رقم 845، وذلك على النحو التالي: أولاً، قيام الرئيس الدوري للاتحاد مدعوماً برئيس المفوضية بتمثيل منظمتنا في اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى القمة، وثانياً تعميم ذات المبدأ على الاجتماعات الوزارية، حيث يقوم وزير من دولة الرئاسة مدعوماً بالمفوض المختص بتمثيل منظمتنا. إن نمط العمل هذا يفرض نفسه في نظرنا بصفته الأكثر فاعلية ونجاعة وقدرة على إيصال كلمة قارتنا بكل أمان وأمانة ووفاء. وشكرا سيد الرئيس.